باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. همستنا النهاردة عن ليثبت الإيمان والرجاء والمحبة. بتعجب على الإيمان بالله والمحبة والعيشة لحساب سماء والرجاء في تغيير الخطاة والثقة في الفداء والتطهير بدماء. الإيمان إن هو الأب، هو الرب، هو المحب. الأب اللي بيفرح لفرحك وبيحزن لحزنك، الأب اللي عاوزك دايما تنادي عليه. ذكرني بقصة الولد اللي كان بيلعب بالعجلة بتاعته، وبعدين لقى فرع شجرة في الكوريدور الممر مش قادر يمر الولد، فحاول ان يشيل فرع الشجرة تقيل عليه، فقعد يبكي. فجاله أبوه، قال له بتبكي ليه؟ قال له يا بابا فرع الشجرة. قال له استخدم قوتك. قال له استخدمت كل قوتي. قال له لأ، انت ما ناديتش على بابا. وراح بابا شال فرع الشجرة بكل سهولة وقال له العب. بالظبط احنا بنعمل زي الولد ده، مش بنستخدم كل قوتنا، لأن بننسى النادي على بابا أبونا السماوي. هو الأب، هو الرب. الرب يعني إيه؟ يعني السيد. ربنا هو اللي ليه السيادة. بزعل جدا لما الزوج يحس في نفسه إن هو السيد بتاع البيت، أو الست تتغر بإمكانياتها أو بظروفها اللي فارقة عن زوجها وتحس إن هي الست بتاعت البيت. الحقيقة إن البيت ليه رب، ليه سيد، هو الرب يسوع. هو رب البيت، الضيف غير المنظور على المائدة، المستمع الصامت لكل حديث. هو الرب وهو الحب. أب، رب، الحب. حب بدون حدود، حب بدون حدود، حب بدون مقابل. اشكرك يا رب على حبك اللي من غير حدود. ده حبك منذ الأزل وإلى الأبد. منذ الأزل إزاي؟ كنت في عقله فكرة وفي قلبه مسرة. طب وإلى الأبد إزاي؟ محبة أبدية. أحببتك أنت باسمك وانت باسمك، محبة أبدية أحببتك، لذلك أدبت لكم الرحمة. بدون مقابل بندي ربنا لإيه؟ نظير حبه. ندي له إيه؟ عشان كده بيقول المرتل في المزمور: بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ كل اللي عطاهوني ده هكافئه بإيه؟ عارف تقدر تكافئ ربنا بإيه؟ كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو. ما أجمل إنك أنت تدعو باسم الرب، تدعو لأبوته، تدعو لربوبيته، تدعو لمحبته. وللحديث بقية، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.